الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. التنمية السياسية في ميزان علم السياسة، الجزء الثاني. رابعا، نظريات التنمية السياسية. نظرية التحديث: الإطار الفكري العام لهذه النظرية يقوم على تقسيم المجتمعات إلى مجتمعات تقليدية هي المجتمعات المتخلفة، ومجتمعات حديثة هي البلدان المتطورة، والإيمان بوجود خط مستقيم وحتمي للتطور التاريخي تسير فيه المجتمعات من التقليد إلى الحداثة. إلى جانب هذا السياق النظري العام، تتميز نظرية التحديث بسمتين هما العمومية والشمول، لأن التحديث مفهوم شامل يتناول التنمية السياسية في حركة واحدة شاملة للمجتمع بأسره من دون التركيز على المجتمع السياسي وحده. والسمة الأخرى أن نظرية التحديث تركز على العوامل الخارجية، من حيث أنها تقوم بدور كبير في نقل المجتمعات المعنية من التقليد إلى الحداثة وتحقيق التنمية السياسية نتيجة لذلك. مدرسة الثقافة السياسية: أشهر الباحثين وواضعي مقولات هذه المدرسة جابرييل ألموند. يعتقد ألموند أن أي ثقافة من الثقافات تضم ثلاثة جوانب: جانب معرفي يتعلق بمعارف المرء عن النظام السياسي، وجانب شعوري يخص التعلق الشخصي بالقادة والمؤسسات، وجانب تقييمي يشمل الأحكام والآراء التقييمية عن الظواهر السياسية. ومنه يمكن تعريف الثقافة السياسية بأنها مجموع ما يملكه الفرد من معارف عن النظام السياسي ومشاعر إيجابية أو سلبية نحو القادة والمؤسسات وأحكام تقييمية بشأن الظواهر والعمليات السياسية. ألموند حلل الثقافة السياسية فميز بين ثلاثة أصناف، هي ثقافة محلية، وثقافة التبعية، وثقافة المشاركة. أما الثقافة المحلية فتكون متجهة نحو الأنظمة الفرعية المحلية مثل القرية والعشيرة والقومية من دون النظام السياسي برمته، ونجدها في نظام اللامركزي. أما ثقافة التبعية أو الخضوع تجعل الناس يعملون بوجود النظام السياسي، لكنهم يقفون منه موقفا سلبيا، ينتظرون منافعه وخدماته ويخشون تجاوزاته ولا يرون أنفسهم قادرين على التأثير فيه، ونجدها في نظام ممركز سلطوي. وأخيرا ثقافة المشاركة، هنا يعتقد المواطنون أنه باستطاعتهم أن يؤثروا في سير النظام وفي العملية السياسية بطرق ووسائل شتى، كالانتخابات والمظاهرات وتنظيم الجماعات الضاغطة، ونجدها في نظام الديمقراطي. أوضح ألموند أن ما حدده من أصناف الثقافة السياسية إنما هي نماذج مثالية لا توجد بصورة خالصة في أي نظام من الأنظمة الملموسة، بل نجد مزيجا من الثقافات الثلاث. وانتهى للقول إلى أن بريطانيا وأمريكا تحققان مزيجا جيدا ومتوازنا من الثقافة السياسية تسوده ثقافة المشاركة، بما يجعله ملائما للديمقراطية. نظرية الديمقراطية أولا: انطلاقا من دراسات عن بلدان عديدة فقيرة متقاربة المستوى من حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكنها مختلفة في أنظمتها السياسية، بعضها أخذ بقدر معين من الديمقراطية وبعض آخر ظل خاضعا لأنظمة سلطوية، لاحظ عدد من العلماء أن الديمقراطيات الفقيرة حققت نموا لا يقل سرعة وحجما عما حققته الأوتوقراطيات الفقيرة، وتفوقت الأولى على الثانية في الأداء وحسن التسيير. نتائج هذه الدراسة حملت أصحابها للقول بأسبقية الديمقراطية على التنمية الاقتصادية، وكان الطعن الأكبر الذي قدموه ضد فكرة أولوية التنمية الاقتصادية أنها وطدت الاستبداد وأطالت عمره وأجلت قضية الديمقراطية، ذلك أن في مقولة التنمية أولا إقصاء لقضية الديمقراطية وغض للبصر عن ممارسات أنظمة سلطوية.
أما أسباب تفوق الديمقراطيات على غيرها في الأداء والتنمية تكمن في أن بنية النظام الديمقراطي ومؤسساته تفسح المجال لمحاسبة شعبية مستمرة وفعالة من ناحية، ورقابة متبادلة بين المؤسسات والسلطات من ناحية أخرى. فالضغط الشعبي عن طريق الانتخابات الحرة والتحرك من خلال منظمات المجتمع المدني يجعل الحكام يقدمون الكفاءة والجدارة على المحسوبية. خامساً، علاقة التنمية السياسية بالتنمية البشرية وأهميتها. إن الإنسان منطلق التنمية البشرية وغايتها، ولعل أهم مكون هو مستواه التعليمي والثقافي، مما يلزمنا تعريف التنمية البشرية وعناصرها الأساسية، لأن التنمية السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية. وتحقيق التنمية البشرية يعد أحد أهم مكونات النجاح في التنمية السياسية نتيجة علاقتهما الجدلية. أما عن التنمية البشرية فهي عملية مركبة تقوم على توسيع خيارات البشر والارتقاء بقدراتهم من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تلبية الاحتياجات الأساسية أولاً، ثم الارتقاء بنوعية الحياة ثانياً. ومن هذا التعريف نستخلص عدة عناصر. 1- توسيع خيارات البشر، أي تقديم مجموعة من الخيارات حتى يختار كل إنسان ما يناسبه، وهذا يعني ليس فقط وجود خيارات بل القدرة على الاختيار منها ما يشاء. 2- الارتقاء بقدراتهم، أي التعليم والتجريب والتأهيل لتنمية القدرات الفردية. 3- الحاجات الأساسية، أي التي لا يستطيع الفرد العيش بدونها. 4- الارتقاء بنوعية الحياة، أي تحقيق الرفاهية. إن النجاح في التنمية يعني خلق بيئة مناسبة لرفع معدلات الإنتاج الحقيقي، وتبين الاقتصاديات الحديثة المسمى باقتصاديات المعرفة، والتي تقوم على الاستثمار في المهارات البشرية والذكاء الإنساني، وذلك من خلال الاكتشافات العلمية وبراءات الاختراع في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنترنت والمعلوماتية وغيرها، أن العمل في هذه القطاعات ينتج فائض قيمة تفوق 100 مرة فائض القيمة الناجم عن العمل في الزراعة والصناعة الحديثين. وذلك ما يعني أن التركيز على العمل في هذه القطاعات هو الذي سيحسم التقدم العالمي في المستقبل لصالح الدول والمجتمعات التي ستنتج في هذه الحقول العلمية والاقتصادية الجديدة. كوريا الجنوبية مثلا تحصل من براءات الاختراع أكثر مما يجنيه العرب من النفط، فتشير الإحصاءات إلى أن عدد براءات الاختراع في كوريا الجنوبية يفوق 3850 سنويا، بينما هو في سوريا 5 وفي مصر 70، والعديد من الدول العربية لم تسجل أي براءات اختراع. وتؤكد التقديرات أن العائد من براءات الاختراع على الاقتصاد الكوري يفوق قيمة النفط العربي مجتمعا، الأمر الذي يؤكد أن المعرفة والعلم من أبرز مظاهر القوة.